وما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، فأهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أهل الذكر. يسعدنا في هذا اللقاء الطيب المبارك أن نستقبل اتصالات حضراتكم عبر الهاتف لنجيب على أسئلتكم واستفساراتكم على الهواء مباشرة بعون الله تعالى وتوفيقه. وقبل أن أبدأ في بعض الأسئلة التي معي من حلقات سابقة حتى نستقبل اتصالات حضراتكم، يسعدني أن أهنئ نفسي وأن أهنئ حضراتكم جميعا مشاهدي قناة الندى بأن ربنا تبارك وتعالى أتم علينا نعمته، ولله الحمد والمنة، بفضل الله ثم بدعوات المخلصين المحبين ثم بدعم جميع مشاهدي قناة الندى والمشاهدات أيضا، تمكنت القناة من أن تعبر هذه الكبوة وتلك العقبة التي كانت أمهلت بسببها إلى نهاية شهر أكتوبر الماضي إلى يوم الخميس الماضي. لكن لله الحمد والمنة، تمكنت القناة بفضل الله ثم بفضل الدعم الذي تلقته من المشاهدين والمشاهدات الذين أعانوها في هذه الكبوة من أن تسدد قسطا كبيرا، ولله الحمد، من المديونية المتراكمة على القناة. والأمل في الله تبارك وتعالى، ثم الأمل فيكم أيها الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات، أن استمرار وقوفكم بالدعوات من ناحية وبالدعم من ناحية أخرى، إن شاء الله تتمكن القناة من إكمال سداد ما عليها من ديون متراكمة، لأنها والله الحمد اتسعت المهلة إلى فترة أطول نسبيا، حتى تتمكن القناة بعون الله تعالى وتوفيق بسداد ما تبقى من المديونية. فشدوا حيلكم معانا أيها الأحبة الكرام، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع وأن يبارك في جهود الجميع. حتى نستقبل اتصالات حضراتكم، معي بعض أسئلة لحضراتكم من حلقات سابقة. كان سؤال أختنا بارك الله فيها، كانت تسأل عن تشقير الحواجب للنساء. هذا سؤال متكرر، يعني يسأل كثيرا في حلقات الفتاوى عموما في قناتنا وفي غيرها من القنوات، عن تشقير الحواجب للنساء. والتشقير هو يعني بديل أو عوض مناسب عن نمص الحواجب الذي هو من المحرمات والكبائر، الذي ورد اللعن لفاعلته والمفعولة لفاعلته وللمفعولة بها على لسان النبي عليه الصلاة والسلام حين قال: لعن الله النامصة والمتنمصة. فالتشقير عبارة عن تخفيف كثافة الحواجب بلون كلون البشرة سواء بسواء، وبالتالي يبدو الحاجب وكأنه تم حفه أو أخذ شيء منه، وفي الحقيقة لم يؤخذ منه شيء، إنما هو لون صبغ به الحاجب الكثيف عند بعض النساء، أصلح الله حالنا وحالهم. هذا التشقير، أعود فأقول، هو بديل مناسب وعوض مناسب إلى حد كبير عن مسألة النمص المحرمة التي هي كبيرة من الكبائر. ولذلك بعض أهل العلم يقولون هو من الزينة المكتسبة. يعني إيه الزينة المكتسبة؟ يعني من الزينة المكتسبة
التي توضع ثم تذهب وتروح يعني بعد شوية مع غسل الوجه مرة ومرات خلاص بيذهب هذا اللون بعد حين بعد فترة، يعني زي المكياج أعزكم الله، فهو من الزينة المكتسبة زي الحنة. إذا يعني تحنت المرأة سواء في شعرها أو في يديها فهو أيضا شيء مؤقت، وإن بدأ أنه يجلس يعني أو يبقى عدة أيام، المكياج يبقى عدة ساعات، كل هذه من أنواع الزينة المكتسبة وهي مباحة إن شاء الله عز وجل، حتى لا تقع المرأة في مسألة النبس المحرم. والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. طيب نبدأ ناخذ صلاة حضراتكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي يا بنتي. فوائد البنك في الإسلام، سمعنا كثير من شيوخ إنها محرمة، وحضرتك بتفتي بإباحتها، فالواحد اختار يعمل إيه؟ حاضر حاضر يا أختنا. تفضلي. خير إن شاء الله. طيب السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، عايز الرقم بتاعك يا شيخ لو سمحت. حاضر أستاذ أيمن، أعطوها الله يكرمكم. طيب ماشي. تفضل. الأخ كان بيسأل في اتصال ولا شيء؟ طيب خليك معايا بقى في الاتصالات بقى الله يكرمك. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. اتفضلي يا بنتي. لو سمحت انا عندي بطاقه بتتباع، هل ينفع ابدل العيش دوت من الفرن بدقيق ولا لا يجوز؟ حاضر. وثاني سؤال، الله يبارك لك يا رب، انا عندي اخويا يعني ملتزم والحمد لله، هل ينفع عمله مع اخوه نصارى بشركه واحده؟ حاضر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازي حضرتك يا شيخ شعبان؟ الله يكرمك الحمد لله. معلش يا شيخ شعبان، اسألك ثلاث اسئلة كده سريعة مش هطول عليك. خيرا. السؤال الاول يا شيخ، انا بجيب حاجة بص بتبقى عاملة زي الحنة، بحطها على الضوافر بتتعجن، هي سودة كده بتتعجن مع هي بودر يعني، وبتتعجن باكسجين. ايوه. يعني ينفع الواحد يتوضى بيها ولا ما تنفعش؟ حاضر. السؤال الثاني. والسؤال الثاني، لما الواحد يجي يحتفل بمولد النبوي الشريف يجيب حلاوة موسم وكده، حرام ولا حلال؟ حاضر. وعايزك يا شيخ بالله عليك تدعي لاخويا، بدي فلت عربية يجيبها يعني وبتتخبط منه على طول، فانا عايزك تقول لي حاجة مثلا آية قرآنية اقراها له مثلا. حاضر. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، لو سمحت كانت الندى دي. اتفضلي يا اختنا معك، اتفضلي. عايزين نتكلم عن الشيخ شعبان ده. الشيخ شعبان معاك، اتفضلي. اتفضلي يا اختنا، انا معاك اهو. الناس ما انا قدام التلفزيون وبس بتكلم معاك. انا عايز بس وطي التلفزيون بس عشان تسمعيني. وطي يا مولا. حاضر. اتفضلي يا اختي. وطي. تفضل انا معاك اهو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا عم الشيخ شعبان لو سمحت. اهلا، تفضل يا ستي. الله يجزيك فضلك. انا ليا اخت يعني بنت عمتي. ايوه. وعمتي دي تبقى حماتي، واديتها فرع ذهب. ايوه. ماشي؟ ايوه. وهي عايشة لسه موجودة. ايوه. فاخواتها بيطالبوا بالفرع ده وعايزينها تبيعه او توزنه وتدي لهم حقهم فيه يعني الرجالة. أيوة. هل يجوز ولا هي ده مدتها وهي موجودة كده ما ينفعش ولا ايه؟ طيب. عايز اعرف من حضرتك. ماشي. حاضر. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضلي يا بنتي. لو سمحت كنت عايز اعرف ايه هي صفات المرأة الصالحة، ومن ضمن الصفات دي مثلا تكون حافظة القرآن أو عارفة القرآن الكريم، ولو هي مثلا لازم ناكل حافظة القرآن عشان مثلا هي ربنا يرزقها بالذات ناكل حافظة القرآن.
طيب حاضر. في سؤال تاني؟ في افتكرت ولا لسه؟ لا خلاص السلام عليكم. طيب يا بنت عليكم السلام اتفضلي. حاضر. الاخ كان بيسأل من الاسئلة القديمة، يقول انا توضأت وانا مستعجل عشان الحق بصلاة الجماعة لكن نسيت المضمضة والاستنشاق، فهل وضوئي صحيح وصلاتي صحيحة ولا اعمل ايه؟ والله يا اخي الحبيب، المضمضة والاستنشاق عند الحنابلة من فرائض الوضوء، لانهم يعتبرونها جزء من الوجه، فيقولون الوجه عبارة عن الصدغين والشفتين والفم والأنف والحاجبين والعينين والجبهة وغيره، فيعتبرونه من الوجه، ولذلك قالوا إن المضمضة والاستنشاق فرض من فرائض الوضوء. على مذهب الحنابلة ده يكون وضوءك غير صحيح، وتكون صلاتك التي صليت بها أيضا ليست صحيحة. أما جمهور أهل العلم وهو القول الذي أميل إليه، قالوا إن المضمضة والاستنشاق سنة من سنن الوضوء وليست من فرائضه. ليه؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام فصل ما بين المضمضة والاستنشاق وما بين غسل الوجه، فتارة يغسلها قبل الوجه ومرة غسلها بعد الوجه عليه صلوات الله وسلامه، وبالتالي هذا الفصل يشعر أنها ليست من فرائض الوضوء، ثم إنها لم تظهر في آية الوضوء، يعني لم يبينها الله عز وجل تفصيلا في آية الوضوء، وبالتالي يرونها من سنن الوضوء. وعلى هذا مذهب جمهور أهل العلم، فصلاتك وضوءك إن شاء الله صحيح وصلاتك صحيحة، وأنت فعلت هذا يعني عجلة ونسيانا أو على سبيل الخطأ، فنسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وعنك. فقد ورد الحديث في حديث عبد الله بن عباس، قال عليه الصلاة والسلام: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، أو كما قال النبي عليه صلوات الله وسلام. أختنا المتصلة الأولى في حلقة اليوم بتسأل عن بنك فيصل. طبعا هي مسكينة الله يكرمها سألت، تقول يعني الشيخ فلان اللي هو أنا يعني بيقول بجواز الانتفاع بهذه العوائد وتلك الأرباح، بينما غيري من أفاضل المشايخ الكرام عفى الله عن الجميع يفتون بالحرمة أو بالمنع، وبعض شيوخنا الأكارم يقولون ما فيش حاجة اسمها بنك إسلامي. طبعا أنا مش هدافع عن فتواي أو عن وجهة نظري، لكن أنا أقول إنه يعني أتيح لي من الفرصة، ربما هذا يعني من نعم الله عز وجل علي، إنه أتيحت لي من الفرصة ما لم تتح لغيري من المشايخ الأفاضل اللي هم على العين والرأس، اللي بيفتوا بحرمة هذه الفوائد، وإنه ما فيش حاجة اسمها بنك إسلامي أصلا. الفرصة ديت لما كنا في الجمعية التأسيسية للدستور الأول، دستور 2012، وكان معنا في خلال هذه المدة التي استمرت 6 أشهر إلا أسبوع واحد، كان معنا فضيلة الأستاذ الدكتور نصر فريد واصل اللي هو مفتي مصر الأسبق من ناحية، ورئيس الهيئة الشرعية للرقابة على بنك فيصل وغير من البنوك العاملة في مصر، البنوك الإسلامية يعني. استفدت جدا من صحبتي لفضيل الشيخ ووجودي معه في نفس القاعة في نفس الغرف الاجتماعات وغيره، وكان شغلي الشاغل دائما في أوقات الفراغ ما بين الجلسات السؤال لهذا الرجل القامة، لهذا الرجل العالم الكبير، عن حقيقة المعاملات في بنك فيصل. والحقيقة أخذت منه من المعلومات باختصار شديد ما جعلني أطمئن جدا جدا إلى أن معاملات البنك في مجملها لا تخالف الشريعة الإسلامية. وفضيل الشيخ ذكر لي عبارة قال: نرجو من المخالف ألا يحاكمنا على مذهبه هو، إنما إحنا بنرجو منه إن هو يتفهم المذهب
الذي أخذنا منه إباحة المعاملة الفلانية دي. ليه؟ لأنه معظم من يخالفون ويقولون إنه المعاملات كلها معاملات غير إسلامية وإلى آخره، يحاكمون معاملات واختيارات الهيئة الرقابة الشرعية على البنك، يحاكمون على المذهب اللي هم يدينون الله عز وجل به. أنا مثلا حنبلي المذهب، أنا مش حنبلي ولا حاجة، لكن أنا بضرب مثال، فأنا أحاكم المعاملات على المذهب الحنبلي، فتطلع المعاملة ديت عند الحنابلة ممنوعة، بينما هذه المعاملة عند الشافعية وعند المالكية وعند الحنفية جائزة. فهيئة الرقابة الشرعية أخذت بالجواز الذي عليه بقية المذاهب، وأنا لو حاكمتهم على مذهبي يطلعوا غلطانين. هذا هو السبب الرئيسي في اختلاف الفتوى من فضيلة الشيخ فلان وفضيلة الشيخ فلان مع الفتوى اللي أنا يعني تصدرتها أكثر من مرة، وغيري على فكرة من المشايخ يعني في نفس البرنامج يتبنون هذه الفكرة أيضا. ده يعني باختصار شديد، ومن أراد المزيد يدخل على موقع البنك ويدخل على موقع الهيئة بتاعة الرقابة الشرعية على البنك، هيجد قدامه الأساتذة الأفاضل المشايخ وعلى رأسهم الدكتور نصر فريد واصل، وهيتعرف على المعاملات كيف يختارون القول الفقهي المعتبر من المذاهب المختلفة في إباحة المعاملة الفلانية أو منع المعاملة الفلانية. عشان كده أنا مطمئن جدا لما سمعتم من فضيلة الدكتور نصر فريد واصل مرارا وتكرارا طوال 6 أشهر، ما لم يتح لغيري من الأفاضل المشايخ بارك الله فيهم. هذا يعني والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. طيب ناخذ اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا مشايخ؟ يا مرحبا، الحمد لله، تفضل. لو سمحت عاوز رقم في الشخص، عندي سؤال كده بتاعك له. حاضر، أعطوه الرقم يا أستاذ أحمد. طيب ناخد الصال تاني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضل يا أختنا. الله يكرمك. الحمد لله. الله يروق بالك يا رب، ينورنا كده بك وينورك كده يا رب، يصلح حالك يا رب. الله يكرمك، بارك الله فيك. يا عم الشيخ، أنا كنت قلت لحضرتك الحد اللي فات على سؤال كده، قلت لك اللي أنا كنت قلت لك بنتي متطلقة وقاعدة معايا ومعاها عيلين، يعني نعم، اللي احنا اللي أنا مدين فلوس الراجل اللي بيديكم مقطوعية فلوس كده آخر الشهر، وأنا مسامح. أيوة. وانت حضرتك قلت الله يبارك لك، قلت ايه حلال. أيوة. انا بقى بقيت السؤال، معلش يا شيخ، انا ليا برضو نفسي يعني مثلا المبلغ مقسوم، انا ليا فيه فلوس برضو. أيوة. وهي بس هو الراجل اللي بي بي بيشغل الفلوس دوت ما يعرفش ان انا ليا، عارف ان دي فلوسها هي فلوسي. أيوة. انا والفلوس لما بتيجي مثلا المبلغ اللي بيجي بنقسمه زيها. أيوة. لان هي دفعة زي اللي انا دفعها، فانا كده حرام الفلوس دي؟ حرام؟ حاضر. يعني انا باخده حرام ولا ايه؟ حاضر حاضر، بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. انا اتفضلي يا بنتي. انا متنقضه، لكن امي ربي يعني منعني من النقاب اني ما اقدرش، بس انا متنقضه ساعات يعني بيخصوني اني اقلع نقاب فبطلع، بس يعني هل يجوز يا شيخ اني البس الفطلور ولا اعمل يعني اسمع كلام امي ولا ابي ولا ايه؟ حاضر. عندي سؤال اخر. خيرا. الو شيخ. معاك، اتفضلي. انا بصلي الظهر ساعات لما يكون يعني وراي شغل ولا حاجه، بصلي الظهر فبصلي في السنه الاولى، ممكن اسميها بعد يعني؟ حاضر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا، تفضلوا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وطوا التلفزيون بس عشان تسمعوني بس. طلب عني. خير ان شاء الله. تفضلي. عايزة تردد قناة المنزل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عمي الشيخ، بقول لك يا عمي الشيخ، أنا في واحدة باخد منها يعني فاتحة محل، فباخد منها حاجات، بس الحاجة الفلوس ما بتتأخرش يعني إلا يومين ثلاثة. أيوة. فأنا ما بأخرهاش، فجت بعدها بشهر قالت لي لا ده أنا ليه عندك فلوس، فبقول لها لا المعهود عني إن أنا الحاجة يعني ما بديتش عن يومين ثلاثة وبديها لك. أيوة. راحت قالت لي لا ده إيه، المهم إن أنا بصراحة
خفت لا يكون يعني عليا، فقلت لها خلاص ماشي خدي الفلوس، بس انا في نفسي مش مسامحاها لان انا المعهود عني انا ما بتاخرش، بس انا نسيت لان عدى عن الموضوع ده شهر. فبنتي في تاني اعدادي قالت لي لا يا ام احنا اديناها الفلوس، فانا قلت لها، وابنها قال لها انا خدت الفلوس، وبعدين رجع تاني قال لها لا احنا ما خدناش الفلوس. فانا بصراحه اديتها الفلوس، انا عايز اعرف الغلط عند مين، وانا اديتها الفلوس عشان ما يبقاش عليا حاجه. طيب حاضر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا عمنا. إني أحبك في الله يا شيخ شعبان. أحبك الله الذي أحببتني فيه، تفضل. في سؤالين لو سمحت. السؤال الأولاني، في طالب كان في ثالثة إعدادي لسه ما بلغش سن الحلو. نعم. وكان في طالب زميله في نفس الفصل كان دايما يأذيه ويضربه ضرب جامد. نعم. فهل الطالب يعني لسه ما بلغش سن الحلم ده واللي اتأذى واتضرب ضرب جامد منه، هل ليه اجر وثواب ولا ماليش اجر وثواب لانه لسه ما بلغش سن الحلم؟ ده السؤال الاولاني. ماشي. طيب السؤال الثاني، كان في اخ يعني الزوجة هي اللي طلبت منه وهي اللي كارها طلبت الطلاق. نعم. وفي نفس الوقت هي رفعت عليه قضايا ومحاكم بالنسجة وغيره وغيره وغيره. نعم. ان هي اللي كارها. ايوه. وفي نفس الوقت بعد ما برأته صالحوا مع بعض وبرأته رفعت برضو قضية تاني عشان النفقة بتاع بنتها الصغيرة. أيوه. فبعد كده مضوع على وصولات أمانة وهو ما يعرفش ان دي وصولات، وروا له ورق وقال امضي من تحت، ومضى فعلا من تحت ورغم ذلك ما يعرفش ان الورقة اللي وراها دي فاضية. انها وصولات أمانة. أيوه. ومضوع على مبلغ جامد يعني. نعم. فايه الحل لو خدوا منه الفلوس بعد ما برأته، خدوا فلوس الجايمه وخدوا فلوس المؤخر وكل حاجه؟ ايوه. فهل دلوقتي الفلوس اللي خدوها دي ظلما وعدوانا، هل من حقهم؟ حاضر. ولا مش من حقهم؟ حاضر يا عم. حاضر. ماشي. طيب اختنا المتصله كان بتسال مع بطاقه التموين اللي تصرف بها العيش، تصرف بها البقية التموين، هل لو استبدلنا العيش ان احنا ناخد بيض مكان العيش ينفع؟ ينفع، ما هو بنفس القيمة ومتاح، يعني الوزارة سمحة بهذا. طب ينفع ان احنا ناخد بدل العيش دقيق؟ برضو ينفع، لان برضو الوزارة سمحة بمسألة الاستبدال، لان احنا لما بناخد عيش بمبلغ كذا بيدينا في مقابله بيض بنفس المبلغ، او يدينا في مقابله دقيق بنفس المبلغ، فمفيهاش مشكلة إن شاء الله بإذن الله تعالى. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. كان سؤالها الثاني بتقول أخوها إنسان ملتزم لكن شغال في مصنع أو في شركة أو في مكتب يملكه رجل غير مسلم، هل ده مباح؟ طبعا مباح، مفيش مشكلة مدام طبيعة العمل نفسه مباحة وحلال، يعني مش شغالين في حاجة حرام ولله الحمد والمنة، فالعمل مباح. ومدام وجوده في العمل اللي بيرقصه أو بيملكه الرجل اللي هو غير مسلم لا يضره في دينه، فما فيش مشكلة خالص يشتغل، وفلوسه طبعا أجره حلال إن شاء الله عز وجل. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. كان أختنا المتصلة بتسأل عندها يعني خلطة كده مش عارف هي كانت مسميها إيه، بتقول يعني زي الحنة كده بتطلي بيها الأظافر، فبتسأل ينفع نعملها على الأظافر وبعدين نتوضى؟ والله لو هي زي المونيكير اللي بيتحط على طلاء الأظافر اللي هو لما نقشره بدفرنا التاني يطلع قشرة، في هذه الحالة معنى ذلك أنها كسوة بلاستيكية تمنع وصول الماء إلى الأظافر. وإحنا عارفين أن النبي عليه الصلاة والسلام شاف الرجل يصلي وفي ظهر قدمه من الخلف قدر الدرهم، يعني بقعة صغيرة في جلد الرجل من وراء لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الوضوء مرة أخرى. ليه؟ لأنه لم يصل الماء إلى محل الفرض في الوضوء. فلو الخلطة اللي حضرتك بتحطيها زي الحمة دي ما فيهاش مشكلة، لأن الحنة ليست لها إيه جرم، ملهاش غطاء بلاستيكي بيغطي الأظافر، إنما المونيكير اللي لما بنقشره كده بيطلع ايش، في هذه الحالة يبقى دي المادة دي بتمنع وصول الماء بتاع الوضوء وبتاع الغسل الى الاظافر، يبقى ما ينفعش ان احنا نحطه وبعدين نتوضى، لا نتوضى وبعدين نحطه.
هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. كان سؤالها التالي بتسأل عن الاحتفال بالمولد النبوي. أولا لابد أن نكون على وعي كامل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديثه المشهور، حديث أمنا عائشة رضي الله عنها، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال في رواية أخرى من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والسؤال هل الاحتفال بالمولد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الأصل أنه لم يفعله بالطريقة اللي احنا معتدينها، انه الاحتفالات والأضواء والمهرجانات والاختلاط والحلاوة او الحلوة والزفات والحاجات ديت، كل هذا لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يفعله الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، والنبي أحب إليهم مليار مرة مننا، يعني حبهم للنبي يفوق حبنا إحنا للنبي عليه الصلاة والسلام مليارات المرات، ومع ذلك لم يفعلوا هذا إحياء لمولد النبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ عشان هم اتعلموا منه هو شخصيا إنه من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ربما يقول قائل لا ده النبي كان بيحتفل بالمولد بتاعه كل أسبوع. طيب خلاص احتفلوا كل أسبوع بالطريقة اللي هو احتفل بيها، مش يعني كل سنة اللي هو 11 ربيع ولا 12 ربيع ديت اللي هي كل سنة، لا كان بيحتفل يوم الاثنين من كل أسبوع. أيوة ماشي احتفلوا يوم الاثنين من كل أسبوع، بس هو احتفلوا بالطريقة اللي كان بيحتفل بيها عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لأنه لما سئل عن صيام يوم الاثنين اللي كان معتاد يصومه قال يوم ولدت فيه ويوم أنزل علي فيه، يوم ولدت فيه ويوم أنزل علي فيه. وبالتالي اللي عاوز يعني يحتفل بالمولد بتاع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ويفرح بولادته عليه الصلاة والسلام يفرح يوم الاثنين من كل أسبوع بصيام هذا اليوم شكرا لله تبارك وتعالى، زي اليهود ما كانوا بيصوم يوم عاشوراء. ليه بتصوم يوم عاشوراء؟ قالوا شكرا لله أنه أنجى موسى وقومه في هذا اليوم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم نحن أولى بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه عليه الصلاة والسلام. إنما المظاهر اللي احنا بنشوفها دي هذه لم تعرف في تاريخ المسلمين إلا في عهد الدولة الفاطمية الباطنية الشيعية الرافضية التي كانت في مصر، أزاحها الله عز وجل عن البلاد وعن العباد، وعادت مصر بلد الإسلام وبلد السنة والجماعة إلى إن شاء الله عز وجل إلى قيام الساعة. فالشاهد إنه ما يصحش إن احنا نشارك في مثل هذه الأمور وفي نفس الوقت ندعي أن هذا من محبة النبي عليه الصلاة والسلام. أبدا، ده ربنا في القرآن يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، اتبعوا مين؟ اتبعوا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وربنا عز وجل يقول في كتابه الكريم وإن تطيعوه تهتدوا. نطيعه في إيه؟ نطيعه إن إحنا لا نحدث في دينه ما ليس منه عليه الصلاة والسلام. لكن سيبقى السؤال من طرف خفي، يعني طب الحلاوة دي لو جبناها وكلناها؟ والله يا أخي الحبيب الحلاوة يعني ممكن تمشي أو تخرج زي الكنافة والقطايف في رمضان والمأكولات اللي هي مرتبطة بمواسم معينة، فممكن تمشي يعني في الحالة دي، لكن ما نجيبهاش أبدا بنية إن ده احتفال بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه بئس الاحتفال برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون بالعروسة المعتادة عروسة المولد كما يسميها الفاطميون عليهم من الله ما يستحقون، أو الحصان بتاع المولد، ده كلام ما يصحش ولا يليق أبدا بمقام النبي عليه صلوات الله وسلامه. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. كانت أختنا بتسألنا الدعاء لأخيها أنه ربنا سبحانه وتعالى يحفظ له سيارته، أنه يعني يبارك له في رزقه. نسأل الله عز وجل أن يبارك في أرزاق الجميع وأن يعافي الجميع من كل شر وسوء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لكن هو الإنسان لو استقام على طاعة الله عز وجل واجتهد أنه يبتعد عن الذنوب وعن المعاصي، ولما ينعم عليه بنعمة من الله زي العربية ولا الشقة ولا البيت ولا غيره،
يحسن أن يشكر نعمة الله تبارك وتعالى ويستخدم هذه النعمة في مرضات الله عز وجل، ولما يرزق بمال يتصدق من ماله لله تبارك وتعالى ويؤدي زكاة ماله إذا كان المال حال عليه الحول وبلغ النصاب. القيام بهذه الواجبات الشرعية والابتعاد عن انتهاك محرمات الله عز وجل يكون خير حافظ وخير صيانة ووقاية للإنسان من الشر ومن الأذى. يكثر الإنسان من الاستغفار، يكثر الإنسان من قراءة القرآن، يكثر الإنسان من المحافظة على أذكار الصباح والمساء وأذكار الخروج من البيت والرجوع للبيت والنوم والاستيقاظ من النوم وغيره. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا المتصلة الله يكرمها، الحجة بارك الله فيها على رأس حياتها ادت فرع الذهب ده لبنتها، وبالتالي اخواتها يقولوا لا ده ابدا، ده الفرع ده ولا العقد ده ميراث ويتباع ويتقسم على الورثة. لا طبعا ده مش ميراث يا جماعة، انما هذه هبة وهبتها الام لابنتها. ويعني احنا يمكن متعودين، وده شيء مشهور في الريف، انه دايما الام يعني تقول يا جماعة الذهب بتاعي يعني ان مت فالذهب بتاعي بتاع البنات، هكذا اعتاد الناس واخوانهم الاخرين بيتراضوا على هذا الامر. فالهبة في على رأس الحياة مفيهاش مشكلة، وان كان اهل العلم اشترطوا في الهبة التسوية العدل في الهبة بين الابناء، لكن هذا الخطأ من الام لا ينعكس على البنت نفسها الا برضاها. يعني احنا ما نكرهش البنت ان هي تبيع الذهب عشان نوزع قيمته على بقية الورثة، خاصة انه يعني هو في النهاية فرع الذهب ده هيجيب ايه يعني؟ هيجيب يعني 5-6 آلاف مثلا. طيب يعني احنا نقطع الارحام ونزعل مع بعضينا ونتخاصم ونتعارك كاخوة واخوات عشان 5-6 آلاف؟ هينوب الواحد منهم 1000 ولا 700 ولا 800 جنيه؟ ديت ما تستاهلش ان احنا نقطع الارحام ويعني نتخاصم ونتعارك فيما بيننا. لكن ان فعلت البنت هذا برضاها يبقى كتر الف خيرها. هذا والله اعلى واعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا المتصلة كانت بتسأل ما هي صفات المرأة الصالحة؟ هل يشترط في المرأة الصالحة ان هي تكون حافظة القرآن ودرس علوم شرعية ودرس مصطلح حديث ودرس اصول فقه ودرس علوم تفسير وفقه وعقيدة؟ لا طبعا لا يشترط هذا، انما يشترط في المرأة الصالحة الشروط التي اشترطها النبي عليه الصلاة والسلام، او بمعنى ادق الصفات التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام حين قال المرأة الصالحة التي اذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله. إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت بعلها أو زوجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. هي دي الصفات المجملة اللي النبي عليه الصلاة والسلام ذكرها في شأن المرأة الصالحة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا المتصلة كانت سألت قبل كده أنه بنتها اللي هي مطلقة معها مبلغ من المال ومشغلها عند راجل طيب، والراجل الطيب ده بيعطيها مقطوعية شهرية على سبيل التعافي والتسامح. يا جماعة أيوة أنا عارف أن الأرباح أقل من كده، لكن عشان عارف ظروفها فأنا بديها المبلغ ده، بدل ما يطلع لها 700 ولا 800 بيديها مثلا 1000 جنيه، وهو مسامح في هذا من غير اشتراط بينهما، من غير اشتراط مقدم بينهما. قلنا أن هذه المعاملة لا شيء فيها إن شاء الله وهي مباحة. الأم بقى لها قرشين مع نفس المبلغ بتاع بنتها، فبالتالي بينبها من الحب جانب، بينبها من الخير اللي الراجل قسموا لبنتنا او بنتها المطلقة. هل هي يعني تعتبر شريكة والفلوس تبقى مباحة ليها، ولا هي مخصوصة بالبنت ويبقى الام ملهاش انها تستفيد من هذا المبلغ بالصورة المقطوعة التي الرجل مسامح فيها ومعافي؟ ابدا، ان شاء الله
المال كله واحد، الفلوس كلها على بعضها، وان شاء الله الموضوع خارج من الراجل حسب السؤال اللي حضرتك ذكرتيه على سبيل التراضي والتعافي والمسامحة. فانت زيك زيها ان شاء الله عز وجل، لا تقلقي ان شاء الله عز وجل يكون مالكم حلال، وارباحكم او فوائدكم او عوائدكم تكون حلال باذن الله تعالى، لانها من غير اشتراط مسبق، انما بالمسامحة والعفو. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا تقول هي منتقبة، لكن للأسف الشديد الظروف البيتية العائلية الأسرية أحيانا تضغط عليها ضغطا لخلع النقاب في بعض المواضع أو بعض المطار أو بعض الأوقات. إن كان هذا الأمر يقع عليك إكراها واضطرارا، فالإكراه والاضطرار يعفيك من المسؤولية، يعفيك من المسؤولية. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. إنما أنت حاولي تناصحيهم في الله وتذكريهم بالله، وإنه هذا النقاب لباس الفضيلة، وإنه هذا النقاب لباس العفة، وإنه هذا النقاب لباس أمهات المؤمنين والصحابيات الجليلات المهاجرات والأنصاريات، ولنا فيهم الأسوة كما قال الله عز وجل: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. فلعل الله عز وجل أن يفتح قلوبهم وعقولهم لاستيعاب والارتياح لمسألة النقاب، وأنه شرعي وأنه شيء مستحب، بل هو ربما يكون أكثر من المستحب في هذه الظروف التي فيها فتن تعج في جميع المجتمعات. فلعل الله عز وجل أن يجعلك سببا في هدايتهم وسببا في قناعتهم بموضوع النقاب، وأريهم من أخلاق المنتقبات خيرا حتى يحب النقاب ويحب المنتقبات. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. طيب ناخد الاتصال. أخونا شعبان، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ شعبان؟ مرحبا، حياكم الله. الله يسلمك. الله يبارك في عمرك. الله يبارك في عمرك. حضرتك، كنا بنجيب مواصلة وجاء يعني عدو سليك فاعل يعني، فجاتنا تتصدق وكده، ف يعني اكتشف ان هو غير مسلم يعني. فمعلش، هل تجوز الصدقة على غير المسلمين؟ حاضر. معلش، كم حوالي سؤالين على طريقة سريعة بخصوص الصلاة او الحديث في المسجد يعني. ايوه. في معلش حضرتك، بعد الجماعة الأولى ما خلصت أحيانا بتحدث جماعتين تاني في المسجد، بيبقى حد بيصلي جماعة ويجي واحد مش واخد باله فبيصلي، ولا حد بيصلي تاني كان فايته ركعة أو ركعتين. نعم. فبتحصل جماعتين يعني بدون قصد يعني. أيوه. معلش السؤال تاني، أحيانا مثلا أنا بصلي جنب الحيط بتاع الجامع يعني على آخر الصف، وبيجي حد عايز يعدي كان خلص الصلاة، وأنا مثلا قمت أجيب ركعة فايتاني ولا حاجة، وبيجي حد عايز يعدي فواقف قدام عشان يعدي من جنب الحيط. أيوة. يجوز ان انا اخد له يعني خطوه على الجنب كده عشان يعدي من جنب الحيط ما يموتش من الخطوه؟ حاضر. ولا الصح ان هو ينتظر؟ حاضر. وحرما بعد الصلاه، معلش يا شيخ شعبان، حرما وجامعا اللي هي بيقولوها بعد ال بعدين الصلاة. انت حاضر. معلش، شكرا يا شيخ شعبان. واستاذن حضرتك بس، الله يبارك في عمرك، تخليني اديهم رقم حضرتك بس. حاضر، ابشر. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا عمنا. الله يصلح حالك يا اخي. تفضل يا عمنا، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا سيدنا؟ الله يكرمك يا عمنا، الحمد لله. ربنا يجعلك من أهل الجنة يا شيخ شعبان. أنا وأنت والمسلمين، آمين. تفضل. الله يبارك لك، بعد إذنك سؤالنا، الله يصلح حالك يا اخي. خير يا حبيبنا، تفضل. معلش سؤال محيرنا من 20 سنة، ربنا يجعلك من أهل الجنة يا شيخ شعبان. تفضل يا عمنا. الله يبارك لك. أنا من 2000 حجيت ولله الحمد يعني، بس ما كنتش عارف المناسك يعني، كنت أنا ماشي مع اللي ماشيين ورايح مع اللي جايين، فرحان يعني إن أنا هقضي فريضة ربنا لله الحمد. نعم. فجيت طبعا يا سيدني ما حلقتش في العمرة. أيوة. في بعض المشايخ قلت له لما تروح اذبح، ولله الحمد روحت ذبحت يعني ذبحة على قد كده. طيب ماشي يا سيدنا. ايوه. فانا عاوز بقى اسال كده، انا عليا حاجه؟ الكلام ده كان في العمره مش كده؟
ايوه بعد ما حجيت يا سيدنا وأديت المناسك كلها والحمد لله لله الحمد واكتب في جبل عرفات النبي صلى الله عليه وسلم اسال الحج عرفي انا الحمد لله زرت عرفات وأديت المناسك كلها بس للاسف انا ما كنتش في دوامه مع عرب. ايوه فانا بس اسالك يا سيدنا يعني انا كده عليا شيء بحس بحجه. السؤال الثاني لو سمحت يا سيدنا معلش. اتفضل. اللهم صل على النبي. انا من زمان نفسي اشوف النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. نعم. فجيت في المنام واحد قال لي عاوز تشوف النبي قول لي النبي قدامك اهو. ايوه. فانا اتفاجئت فعلا رايق واحد لابس ابيض فابيض كده فقلت كلامك كده مش ولا قران ولا احاديث يعني. ايوه. سيدنا عمر قال يا ريتني اموت في حضن رسول الله وسيدنا رسول الله اموت في حضن سيدنا عمر. المهم ان انا خدت بالحضن يا سيدنا ودورت العيار. ايوه. فقال لي اجلس اجلس كده رحت جالس على مصطبة كده فقمت صاحى من النوم. هل كده يكون انا كده شفت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام؟ حاضر. بس ما رايتش وشه يا سيدنا. حاضر. تسال بقى ربنا يجعلك من اهل الجنه يا سيدنا. عاوز رقمك الله يصلح حالك. اعطوه الرقم يا اخواننا استاذ احمد. طيب السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه وبركاته. اخونا صابر. ازيك يا اخ؟ ايوه. ازيك يا مولانا؟ الله يكرمك الحمد لله. ليا سؤالين بس. تفضل. السؤال الاول بس انا سمعت فتاوى كثيره في موضوع الفوائد بتاعه بنك مصر في المعاملات الاسلاميه، فيا ترى في قول جازم في الموضوع ده عشان الواحد يستريح فيه ولا لا؟ حاضر. طيب السؤال الثاني لحضرتك. اتفضل. انا كان من فتره معايا قرشين يعني كنت نستطيع الحج يعني. فالمهم حصل ان انا بنات بيت وكده يعني، فلما ابتديت استعد ان انا اكيف نفسي ان انا احج وكده يعني تعبت وعملت عمليه غضروف وكده يعني، فاصبحت الحركه بالنسبه لي صعبه وما اقدرش اتحرك الا بمرافق. ايوه. فدلوقتي يعني هل واجب علي الحج دلوقتي ولا ايه الحل؟ حاضر. ربنا يبارك فيك ويخليك لينا. الله يكرمك. اتفضل. اختنا كان لها سؤال تاني. دخلت تصلي الظهر فما صليتش السنة القبلية. احنا عارفين ان احنا عندنا سنة قبلية في الظهر 4 ركعات وسنة بعدية بعد صلاة الفريضة ركعتين من ضمن ال 12 ركعة اللي النبي ذكرهم عليه الصلاة والسلام انه من حافظ عليها بنى الله له بيتا في الجنة او كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. طيب اللي ما ادركش السنة القبلية هل ممكن يصليها بعد الظهر؟ والله من حيث المبدأ ممكن، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام لما فاتته سنة من سنن النافلة بعد صلاة الظهر صلاها النبي عليه الصلاة والسلام بعد العصر في بيت أم سلمة رضي الله عنها. فعشان كده قال الفقهاء أنه يشرع قضاء النوافل، يشرع يعني يجوز قضاء النوافل. لكن لو احنا فاتتنا يعني السنة القبلية وحرصنا على السنة البعدية ونسأل الله عز وجل من فضله يكون لا بأس به إن شاء الله. لكن من حيث الجواز طبعا يجوز قضاء النوافل، وقضاء النوافل على الاستحباب وليس على الفرض والوجوب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا المتصلة كانت بتشتري من المحل والست دي يعني تبقى القرشين لبكرة لبعد بكرة وبعدين تسدد وبعدين تشتري وبعدين برضو تسدد لحد ما جم حصل غلط في مبلغ بعد شهر قلت لها انت على فكره ما دفعتيش الفلوس دي. فصاحبه المكان بتقول لها انت ما دفعتيش، والزبونه بتقول انا دفعت، وابنها ابن صاحبه المكان يقول لا احنا خدناه، وبعد كده قال لا احنا ما خدناش، وبنت الزبونه تقول احنا دفعنا يا ماما. الشاهد بعد كل ده الست الزبونه دفعت الله يكرمها. والله شوفي ما دام دفعتي فهذا ابرأ لذمتك واحوط عند الله تبارك وتعالى. فإن كنت دفعت والست ليها بالفعل فقد أديت ما عليك، وإن كنت دفعت وإنت في الحقيقة بدون ذكرك بدون ذاكرتك من غير ذاكرتك أنت من غير ما تفتكري ومن غير هي ما تفتكر كنت دفع قبل كده وإنت دفعت تاني فهو مش هيضيع عند ربنا سبحانه وتعالى، لأنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى فهو يكون زخرا لك عند الله تبارك وتعالى. لكن احنا بنقول في الأمثلة الشعبية بتاعتنا السكران في ذمة الصاحي، يعني للناس في ذمة الصاحي. الصاحي قال أنا ما خدتش
واحنا ناسيين خلاص اللي مفتكر نبني على ذاكرة صاحبة المكان اللي هي قالت احنا ما خدناش او هي ما استلمتش الفلوس وديك سلمتي ودفعتي ولله الحمد والمنة. فما تنشغليش بقى بالقصة دي خلاص، كملوا حياتكم وعيشوا يومكم وغدكم ان شاء الله، يعني عيشوا حياتكم. ليه؟ لانك انت فعلتي خيرا، وهي الست لم تستحل منك مال حرام ولا شيء، لا انت فاكرة ولا هي برضو على سبيل القطع واليقين بني على ذاكرتها ان هي ما خدتش. ومسألة بقى بنتك لا ده دفعنا وابنها ايوة خدنا ولا ما خدناش بعد كده، دول برضو ايه اولاد صغيرين، ان تذكر مرة هينسى مرات. الحمد لله انك دفعتي، ويا بخت من كان له مش عليه، مش كده المثل بتاعنا بيقول يا بخت اللي كان له مش عليه. ليه؟ علي هتحاسب عليه عند ربنا سبحانه وتعالى، لكن لما يكون ليا يبقى مش هيضيع عند ربنا بإذن الله تعالى. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا المتصل كان بيسأل عن طالب مسكين في تانية إعدادي في تالتة إعدادي، وعنده بقى طالب آخر مؤذي شويتين، وكل شوية جاي على الولد ابننا ويضرب فيه ويشتم فيه والكلام ده، والولد ابننا غلبان وطيب وابن ناس فمتحمل الأذى ده وبتاع. الولد ده اللي بيتحمل الأذى ده له أجر عند ربنا سبحانه وتعالى؟ آه طبعا له أجر عند ربنا سبحانه وتعالى. هو سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما قال في حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. يعني الولد هيصلي وهو عنده سبع سنين، وهنشد عليه شويتين عشان يتأكد التزامه بالصلاة من عشر سنين. طب يعني هو الشرع هيخليه يتوضى ويخليه يصلي وما يكتبلوش أجر؟ لا طبعا هيخليه يتوضى ويصلي ويكتب له الأجر أيضا إن شاء الله، لأنه القاعدة العامة عند ربنا تبارك وتعالى: من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إن شاء الله بإذن الله أجر ابنكم محفوظ عند الله تبارك وتعالى حتى ولو لم يبلغ سن البلوغ، لأن سن البلوغ ده على الفرائض والواجبات. في هذه الحالة يكتب له أجر الفريضة، لكن قبل كده يكتب له أجر الصلاة اللي بيصليها على أنها نافلة. طيب لو تحمل الأذى، طب الولد لو ما عملش الغلط، الولد لو ما كذبش في موقف ممكن غيره يكذب فيه يا ربنا يكافئه، طب الولد لو ما سرقش في موقف تهيأت له السرقة برضو ربنا سبحانه وتعالى يكافئه ويثيبه على ذلك. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. عمنا كان بيسأل بقى على الزوجة اللي يعني طلعت عين زوجها، يعني نصطلح ونغضب ونصطلح ونغضب وفي الآخر قضايا وإيصالات مضروبة، إيصالات أمانة مضروبة، وقضايا بالنفقة وقضايا بأيمة العفش والكلام ده كله، وخدوا الفلوس اللي هم عايزينها بالإيه بالتحايل ده. هل الفلوس اللي خدوها دي يعني حلال؟ إزاي تبقى حلال؟ لو الفلوس اللي خدوها دي بغير وجه حق يا عمنا تبقى حرام وعين الحرام. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه طوقه يوم القيامة في سبع أراضين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه لقي الله وهو عليه غضبان. والمال الحرام لا هينفع في الدنيا ولا هينفع في الآخرة. ليه؟ لأنه الظلم بأكل المال الحرام عقوبته معجلة في الدنيا، والنبي قال كده عليه الصلاة والسلام: عقوبتان معجلتان في الدنيا، البغي والعقوق. البغي اللي هو الظلم، يعني احنا هنشوف فيهم يوم سيء. هنشوف ان شاء الله فيهم يوم سيء، اللي هم أكلوا أموال الناس بالباطل. طب ويوم القيامة إذا لم يتوبوا بقى قبل الموت ويتخلصوا من هذه المظالم ويردوا هذه الحقوق لأصحابها وكمان يستسمحوا أصحابها، يبقى الحساب هيبقى أشد يوم القيامة، كما قال الله عز وجل: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. وكلنا فاكرين حديث المفلس: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، اللي ما عندوش فلوس هو ده المفلس يا رسول الله، الفقران. قال: لا 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 مش كده، المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وحج وصدقة. ما هو كويس اهو، ايوه بس شوف الحبائي:
ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا. طب إيه اللي هيحصل له ده؟ قال يوم القيامة بقى فيعطى هذا من حسناته. ما أصحاب الحقوق دول هيقفوا طابور طويل أمام ربنا تبارك وتعالى، والرجل ده بيتحاسب، يا رب إحنا لينا حقوق عند الرجل ده، شتمني والتاني يقول أكل مالي والتالت يقول يعني انتهك عرضي والرابع يقول سفك دمي. كل أصحاب الحقوق دول هياخدوا حقهم يوم القيامة، مفيش درهم ولا دينار يوم القيامة، مفيش جنيه، مفيش فلوس، مفيش شيكات، أيوة، لكن في حسنات وفي سيئات. قال فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته حتى إذا فنيت حسناته وما وفاش اللي عليه لسه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار والعياذ بالله. نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا شعبان كان بيسأل عن الصدقة على غير المسلمين جائزة؟ الصدقة على غير المسلم جائزة عند الإمام أبي حنيفة عليه رحمة الله، حتى الزكاة المفروضة نفسها أجاز الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله إعطاءها لغير المسلمين. وده احنا شفنا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب كان يقطع المال لغير المسلمين المقيمين في الدولة المسلمة من بيت مال المسلمين، ولما يلقى الرجل اليهودي أو النصراني وقد نحف بدنه ويعني انحنى ظهره من الكبر والشيخوخة ويجد يعني يتسكع أو يسأل الناس في الشارع أو في الطريق، وإذا بأمير المؤمنين عليه رضوان الله تعالى لا يرضى بهذا أبدا، يعني إحنا يعني أكلنا خيره، يعني كان بيدفع اللي عليه لبيت المال وهو شاب، ولما يعني شاخ وشاب وكبر سنه هنرميه ونهمله، فكان يقطع له المال للمعيشة والحاجة من بيت مال المسلمين. والإمام أبو حنيفة يقول هذا داخل في قول الله عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ويقول إذا لم يكن البر إنه لما يحتاج نعطيه ولما يغيب نسأل عنه ولما يمرض نزوره ولما يموت نواسيه، أمال إيه هو البر بقى الذي أمر الله عز وجل به؟ وده من جمال الإسلام ومن كمال الإسلام إنه في المعاملة الإنسانية لا يفرق بين المسلم وغير المسلم، إنما الكلام كله بعيد عن المعاملة الإنسانية، كلام في العقائد ده موضوع تاني، قصة تانية تماما مختلفة، لكن التعامل الإنساني مع غير المسلمين على أرقى الدرجات رفعة وسمو في الإسلام الذي جاءنا به الحبيب النبي عليه صلوات الله وسلامه. أخونا شعبان بيسأل أحيانا بتتعدد الجماعات في المسجد الواحد من غير قصد ومن غير تعمد خاصة في الصلوات السرية، يخش اتنين يروحوا معاملين جماعة لصلاة الظهر بعد الجماعة الأولى طبعا، واحد يكون آخر المسجد بيصلي السنة فالتاني جاي لسه متوضي يروح لقيه يروح مصلي وراه، فيبقى في جماعة هنا قدام وفي جماعة في وسط المسجد وفي جماعة في آخر المسجد، لكن لا دول شافوا دول ولا دول سمعوا بدول، من غير اشتراط ومن غير علم مسبق. ينفع الوضع ده؟ ينفع، مفيش مشكلة، لأنهم لم يتعمدوا شيئا. لكن لو أنا دخلت المسجد ووجدت أخونا شعبان بيصلي إمام بواحد ولا اتنين وأنا داخل عشان أصلي، يبقى الواجب علي أن ما أعملش جماعة جديدة، ما أنا شايف الجماعة هو، إنما ألتزم الصلاة خلف هذه الجماعة أو مع هذه الجماعة اللي أنا شفتها أو سمعتها، إنما بدون شوف وبدون سماع وعملت جماعة تانية ولا تالتة فهذا إن شاء الله عز وجل لا يضر، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا شعبان كان بيسأل، الراجل بيصلي جنب الحيط وأخونا جاي من عايز يعدي، جاي من قدام كده عايز يعدي، فهل أفضل أنا أصلي يعني جنب الحيط وقافل عليه الطريق عشان صاحبنا ده يفضل منتظر عشان ما يمرش قدام المصلي يقطع عليه صلاته والمصلي مش متخذ سترة ولا شيء؟ وده غلط، لأنه بعض أهل العلم يقولون اتخاذ المصلي للسترة واجب من واجبات المصلي، وفي إثم كبير على من يمر بين يدي المصلي، حتى قال أبو هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لكان عليه أن ينتظر 40
40 يوم دي بقى يا ترى ولا 40 شهر ولا 40 سنة الله أعلم، عشان الإثم الكبير اللي يلحق الرجل اللي بيمر بين يدي المصلي، بين يدي المصلي يعني بين المكان اللي هو بيسجد فيه وبين موضع قدميه. لكن لو أنا همر بعد المكان اللي هو بيسجد فيه بشبر ولا اتنين اللي هو ممر الشاهي اللي هو الفقهاء بيذكره، ده مفيش مشكلة، أنا سبت له حرم المصلى هو وبالحد ما يحط دماغه للسجود وبعدين عديت بعدها بخطوة ولا اتنين، ده مفيش مشكلة. طب ممكن أنا انحرف شوية بعيد عن الحيطة عشان أخليه يمر، أعمل له ممر يعدي؟ أو طبعا أفضل هذا وأبرأ لذمة المصلي من أن يوقع صاحبه في الإثم لو اضطره أن يمر على بين يديه في الصلاة، وده من باب التعاون على البر والتقوى. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا شعبان كان بيسأل خلصنا الصلاة فبنقول إيه؟ اللي على يميني واللي على شمالي حرما، والتاني يقول له جمعا، والتالت يقول له حرما، والرابع يقول له جمعا، هل ده من السنة؟ لا طبعا، ما لا أحد يدعي أن هذا من السنة، لأنه لو كان من السنة لو كان خيرا لسبقنا إليه الصحابة والتابعون رضي الله عنهم أجمعين، لكن صلوا عشرات الآلاف من الصلوات ولم يرد عنهم أنهم كانوا يسلمون بعضهم على بعض ويقول أخوهم لأخيهم مثلا حرما والتاني يقول له جمعا. وبعض الناس يقول لك يا عم يعني هي فيها ايه، ما جاتش على دي. لا، ما جاتش على دي ايه، انه دين يا جماعة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ويقول كل عمل ليس عليه امرنا فهو رد. احنا ناس محكومين بسنة النبي وبهدي النبي عليه الصلاة والسلام. واستصغار الذنب، استصغار الغلط والخطأ، هو في الحقيقة استصغار لأمر الرب تبارك وتعالى. هكذا كان يقول بلال ابن سعد رحمه الله عز وجل. وخلي بال حضراتكم، اللي بيعظم الأمور البسيطة هيعظم الأمور الكبيرة، إنما اللي يعني بيستهين بالأمور البسيطة دي تقول يعني ما جاتش على دي وما جاتش على دي وما جاتش على دي، فما جاتش على دي ودي واحدة والتانية والتالتة والرابعة كانوا شوية صغائر انقلبوا بقوا كبائر. فاحنا مش عايزين نقع في هذا الخطأ اللي الشيطان بيلبس علينا فيه، إنما نلتزم هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فالشاهد انه حرما وجمعا والكلام ده هذا لم يكن من هدي النبي ولا من هدي الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا المتصل الله يكرمه بيقول ان هو حج من كم سنة، سنة 2000 تقريبا بيقول، وما كانش متعلم المناسك، ففي العمرة لم يحلق شعره. يعني هو ما سمعنيش وانا بستفسر يا ترى العمرة دي كانت قبل الحج ولا بعديه، لكن على العموم هو لم يتعلم المناسك. غلط، ده من الاخطاء اللي بعض الحجاج والمعتمرين بيقعوا فيه. احنا يا جماعة لابد قبل ما نصلي نتعلم احكام الصلاة الرئيسية المهمة، ونعرف يعني ايه اركان صلاة، ويعني ايه شروط صحة الصلاة، ويعني ايه واجبات الصلاة، ويعني ايه سنن الصلاة، ويعني ايه مكروهات الصلاة، ويعني ايه مبطلات الصلاة. وكذلك في الحج برضو نعرف المناسك، ونعرف ايه اركان الحج وفرائده، ونعرف واجبات الحج، ونعرف السنن والمستحبات، ونعرف اللي يبطل الحج ايه واللي يبطل العمرة ايه. الكلام ده كله لازم نتعلمه قبل ان نذهب الى العمرة والى الحج عشان لا نقع في اخطاء. والطبيعي انه الانسان وارد انه يقع في الخطأ، بس الخطأ لما يقع من الانسان يسأل عليه في الحال. يعني احنا لسه في المناسك اهو، ويسأل يشوف الحجاج، كل الحجاج قدامه حلقين الا انا مش حالق. طيب ما نسألهم يا جماعة انتوا حلقتوا ليه؟ هي يقول لك انه الحلق ده من واجبات العمرة، وان الحلق ده من واجبات الحج يوم العيد، سواء كان متمتع ولا قارن ولا مفرد، هو من الواجبات سواء في العمرة أو في الحج. طب وطارك الواجب ده يعمل إيه؟ طارك الواجب ده يجبر هذا الواجب المتروك بأن يذبح هديا، يذبح شاية. طيب عم الحج بيقول إن إحنا ذبحنا ولله الحمد. أيوة بس أنت ذبحت فين يا عمنا؟ ذبحت هنا في مصر. المقصود بالذبح أن يكون هناك في مكة المكرمة في البلد الحرام ليبلغ الهدي محله، يعني في البيت الحرام. فإذا كنت حضرتك ذبحت هنا فهذه الذبيحة صدقة
لله تبارك وتعالى، إنما ليس الدم الجبران اللي مطلوب منك. على كل حال مطلوب منك الآن يا عمنا عشان تهدى وعشان تطمئن على حجتك وعلى عمرتك، إنك تشوف أي حد بلدياتكم ولا أصحابكم ولا الناس اللي هيروحوا عمرة قريب إن شاء الله ولا هيروحوا في رمضان ولا غيره، وتكلف حد أمين فيهم إن هو يذبح شاة في مكة أو يدفع القرشين بتوع التكلفة يعني بتاعت الذبح بتاعت الهدي اللي هيذبح في بنك أو شركة الرجحي المعروفة هناك، أو أنت ممكن من هنا من أي بنك من البنوك المصرية الكبرى زي البنك مصر والبنك الأهلي وغيره لهم معاملات مع شركة الرجحي، إنك تروح تقول لهم والله يا جماعة عايز أعمل حوالة لشركة الرجحي مثلا ب 300 ريال أو ب 400 ريال اللي هي القيمة بتاعت الذبيحة هناك، لما تسأل عنها هنا في البنك المراسل اللي هيبعت لك الحوالة. الحلول موجودة، حاول تفكر في حل من هذه الحلول عشان تبرئ ذمتك من الأمر اللي انتقص من العمرة أو من الحج اللي هو أنك لم تحلق وهو واجب من الواجبات. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. كان عمنا السؤال الثاني، الرؤية اللي هو قصها زي ما حضرتك سمعته كده، وشاف يعني قيل له في المنام انت هتشوف النبي عليه الصلاة والسلام او انا عايز اشوف النبي عليه الصلاة والسلام، فوجد هذا الرجل ذو الملابس البيضاء والشكل والهيئة الطيبة الجميلة المريحة، وطبعا هو لم يرى وجها لكن هو يقول اريد ان اعانقه ان احتضنه، فهل كده يبقى شاف النبي عليه الصلاة والسلام؟ يا عمنا، رؤية الصالحين في المنام خير وبركة، فكيف إذا كان هذا الرجل الصالح اللي تراءى لك في المنام قيل لك في المنام أنه النبي عليه الصلاة والسلام؟ ربنا سبحانه وتعالى يجعلها إن شاء الله عز وجل رؤيا خير ورؤيا صادقة أنك رأيت النبي عليه الصلاة والسلام. لكن على العموم الرؤيا للنبي صلى الله عليه وسلم لا تكتمل، بمعنى أن يشوف الهيئة ويرى الوجه أيضا وربما يسمع كلاما أو يكلمه أو يسلم عليه عليه الصلاة والسلام، لكن ده مرتبط بإيه؟ كلما كان الإنسان محبا للنبي عليه الصلاة والسلام، كلما كان الإنسان مقتديا معظما لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كلما كان الإنسان كثير الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، كلما كان الإنسان صادقا في قوله مع الله ومع النبي ومع الناس عليه الصلاة والسلام، فهذا يكون إن شاء الله رؤياه أكمل من رؤيا غيره بإذن الله تعالى. فأصدقهم حديثا أصدقهم رؤيا كما قال النبي عليه صلوات الله وسلامه. أيها الأحبة الكرام، نستأذن حضراتكم في فاصل قصير، نعود بعده إن شاء الله عز وجل، فانتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، عدنا لحضراتكم بعد هذا الفاصل القصير لرفع أذان المغرب حسب توقيت مدينة القاهرة. أخونا صابر سأل سؤالين، السؤال الأولاني بيسأل عن بنك مصر فرع المعاملات الإسلامية. أنا دائما أقول إنه الفرع الإسلامي الملحق بأي بنك آخر مدام الفرع أعلن أنه معاملاته لا تخالف الشريعة الإسلامية فلنا ما ظهر ونكل إلى الله عز وجل ما خفي عنا، فالحكم عندنا على الظاهر وليس على البواطن والخفايا التي لا يعلمها إلا الله عز وجل. أنا اليوم الأحد تحديدا كنت في فرع إسلامي للمعاملات تابع لبنك مصر بالفعل، وهو بنك موجود في مدينة الجيزة، وكان سؤال المباشر هل ميزانيتكم مستقلة عن ميزانية البنك أم أنها ميزانية مخلوطة؟ قالوا معاملاتنا وميزانيتنا مستقلة عن الميزانية العامة للبنك وليست ميزانية مخلوطة. هذا ما بلغني اليوم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.
عمنا الاخ صابر كان معاه فلوس الله يكرمه وكان يقدر يحج بيها، لكن دخل في مباني البيت والمباني طبعا سحبت منه الفلوس تقريبا، ودلوقتي مسكين اصيب وظروف وعملية وبتاع، واصبح الان صحيا لا يستطيع ان يحج وحده ويؤدي المناسك وحده الا بمرافق. وبالطبع يعني بدل ما كان هيحج حجة بمية، عايز كده مرافق معاه كمان بمية تاني عشان يؤدي الفريضة. هل هو الان مستطيع؟ لا، انت الان غير مستطيع ببدنك، لانه الاستطاعة اولا يشترط فيها صحة البدن، ثم وفرة التكلفة الفلوس يعني، ثم امن وسلامة الطريق. انت ان كان الفلوس موجودة والطريق امن والله الحمد، لكن صحتك لا تسمح بهذا فأنت معذور. والمرأة جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام قالت إن فريضة الله في الحج أدركت أبي وهو شيخ كبير لا يثبت على الراحلة، ما يقدرش يشيل نفسه على الراحلة، أفيجزئه أن أحج عنه؟ قال نعم، حج عنك، حج عنه، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كان القرشين بتوع التكاليف معاك وأنت غير قادر الآن صحيا على الحج بنفسك، يمكنك أن توكل غيرك فينوب عنك في أداء فريضة الحج بفلوسك أنت، والحجة تكون عنك أنت، بس بشرط يكون الوكيل ده أدى الحج عن نفسه أولا. لبيك اللهم عن شبرمة، فالنبي قال له شبرمة ده صديقه، قال أحججت عن نفسك أولا؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. كان عندي سؤال من الأسئلة القديمة، ما حكم هؤلاء الأزواج يا مولانا الذين يسيئون استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في الانغماس في فتنة النساء؟ نعوذ بالله عز وجل من فتنة النساء ومن الفتن ما ظهر منها وما بطن. هذا من أبشع سلبيات مواقع التواصل الاجتماعي. أنا مش هتكلم كتير، لكن أنا أقول لهؤلاء الأزواج ولهؤلاء الزوجات، ايضا هناك زوجات فتنوا بسبب مواقع التواصل الاجتماعي وفسدت اخلاقهم وتعرفت على فلان وبتدرش مع علان والكلام ده كله، فانا اقول لهؤلاء واولئك، الا تخشون ان يكون الجزاء من جنس العمل؟ انت تفتن في زوجتك وزوجتك تفتن في بنتها؟ الا تخشون ان الله عز وجل يرى وان الله عز وجل يسمعنا، فالانسان يقبض على هذا العمل السيء، على هذا العمل الفاحش، ان هو بينتهك عرض امرأة مسلمة او بنت مسلمة او بتنتهك عرض رجل مسلم؟ اما تخشى هذا؟ اما تخشين ان تقبضي على هذا؟ مشكلة كبيرة جدا. اترضون هذا لبناتكم؟ اترضون هذا لاخواتكم؟ قال لا، قال وكذلك الناس لا يرضونه لبناتهم ولا لاخواتهم. فاتقوا الله أيها الأزواج وأيتها الزوجات في أعراض المسلمين وأعراض المسلمات، خشية أن تبتلوا من الله عز وجل بنفس العقوبة. نسأل الله عز وجل أن يحفظ أعراضنا وأعراض المسلمين. لا تفتن زوجتك بهذه الأرقام اللي على هاتفك واللي على واتسك، وانت لا تفتن زوجك بهذه الأرقام الغريبة التي على هاتفك وعلى واتسك، فإن هذا من الفتن التي لا يعلم مداها إلا الله تبارك وتعالى. الموضوع يحتمل كلام كثير وتفصيل كثير، لكن الحقيقة أن وقت الحلقة انتهى بالفعل، ومخرج اللقاء يطاردني على الإربيز الآن. نسأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع وأن يجعل هذا الوقت الذي قضيناه في ميزان حسناتنا. الشكر موصول لحضراتكم والشكر موصول لفريق العمل، جزى الله الجميع خيرا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه، وحتى ألقاكم غدا الاثنين إن شاء الله في الربيعة عصرا، لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. وما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.